السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام متابعي قناة من الآخر الخلاصة، معكم محمد نور الدين. ترتيب فرق الدوري الإسباني وترتيب الهدافين بعد مباريات اليوم الأحد 22/8/2021 في الجولة الثانية من الدوري الإسباني. متابعينا الكرام، ريال مدريد تعادل بالعافية في آخر دقائق 3-3 أمام ليفانتي، زي ما برشلونة كده تعادل بالعافية أمام أتلتيك بلباو أمس. مش عارف الدوري الاسباني ايه اللي حصل فيه. اتلتيكو مدريد فاز كالعاده، زي ما فاز بهدفي خوان كوريا في الماتش اللي فات، فاز بهدف ايضا خوان كوريا في هذا الماتش. متابعينا الكرام، اليوم الاحد ريال سوسيداد فاز على رايو فاليكانو 1-0، احرز هدف ميكل ايرزابال من ضربه جزاء في الدقيقه 68. اتلتيكو مدريد احرز الهدف له على اليتشي انخيل كوريا، انا اسف قلت خوان كوريا واسمه انخيل كوريا، في الدقيقه 39 يحرز هدف لاتلتيكو مدريد. وليفانتي تعادل امام ريال مدريد 3-3، احرز هدف ريال مدريد عذرا جارس بيل في الدقيقه 5، فينيسيوس جونيور لما نزل بديل في الدقيقه 59 بدل ايدن هازارد احرز هدفين في الدقيقه 73 وفي الدقيقه 85. اما اهداف ليفانتي فعن طريق روجر مارتي في الدقيقه 46 وخوسيا كامبانيا في الدقيقه 57 وروبرتو سواريز في الدقيقه 79. في حالة طرد حصلت للاعب ايتور فرنانديز في الدقيقة 87، معرفش ايه السبب بصراحة، ولكن كانت ممكن تفتح المباراة بالنسبة يعني لريال مدريد في اخر الدقائق، ولكن ما قدروش يفوزوا في هذه المباراة. بالنسبة للمباريات السابقة في الجولة، الجولة بدأت يوم الجمعة الموافق 20/8 بتعادل ريال بيتيس امام قادش 1-1. امس السبت 21/8 ديبورتيفو الافيس خسر امام مايوركا 0-1، غرناطة تعادلت امام فالنسيا 1-1، اسبانيول تعادلت امام فياريال 0-0، اتلتيك بلباو تعادل امام برشلونة 1-1. باذن الله تعالى غدا الاثنين 23/8 منتظر توقعك لمباراة اشبيلية امام ختافي. خلينا نتعرف الان على ترتيب فرق الدوري الاسباني ثم نتعرف على ترتيب الهدافين. متابعينا الكرام، متصدر الدوري الاسباني في المركز الاول اتلتيكو مدريد بست نقاط العلامة الكاملة، ريال مدريد في المركز الثاني باربع نقاط، برشلونة في المركز الثالث باربع نقاط، فالنسيا في المركز الرابع بأربع نقاط، مايوركا في المركز الرابع مكرر بأربع نقاط، إشبيلية المركز الخامس بثلاث نقاط، ريال سوسيداد المركز السادس بثلاث نقاط، ليفانتي في المركز السابع بنقطتين، قادش المركز الثامن بنقطتين، ريال بيتيس المركز الثامن مكرر بنقطتين، غرناطة في المركز التاسع بنقطتين، أتلتيك بلباو المركز التاسع مكرر بنقطتين، فياريال المركز العاشر بنقطتين، إسبانيول المركز العاشر مكرر بنقطتين، اوساسونا المركز الحادي عشر بنقطة، اليتشي المركز الثاني عشر بنقطة، سيلتا فيجو المركز الثالث عشر بدون نقاط، ختافي في المركز الرابع عشر بدون نقاط، ديبورتيفو الافيز المركز الخامس عشر بدون نقاط، ورايو فاليكانو المركز السادس عشر والاخير بدون نقاط. خلينا نتعرف على ترتيب الهدافين. انخيل كوريا لاعب اتلتيكو مدريد متصدر الهدافين بثلاثة اهداف. المركز الاول ايضا فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد بثلاث اهداف، المركز الثاني كارلوس سولير لاعب فالنسيا بهدفين، وايريك لاميلا لاعب اشبيليه، واخوان مي لاعب ريال بيتيس، وكريم بنزيما لاعب ريال مدريد، ومارتن برسوايت لاعب برشلونه، وميكل اورزابال لاعب ريال سوسيداد. بعد كده عندنا في المركز الثالث باكتر من لاعب سجلوا هدف، منهم جاريس بيل لاعب ريال مدريد، وبيكي لاعب برشلونه، واللاعب ناتشو لاعب ريال مدريد، وموراليس لاعب ليفانتي، وخوسيلو لاعب دورتيفو الافيز، ومنفيس دبي لاعب برشلونه. اشترك في القناه وفعل زر الجرس عملاق الفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.